وصل فريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء إلى إحدى القواعد الجوية المصرية جنوب مصر لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية تنفيذ عرض الغردقة الجوية 2022 فوق مدينة سهل حشيش في 30 من نوفمبر الجاري. ويشارك فريق السهام الحمراء البريطاني بمجموعة من الطائرات لتنفيذ عروض جوية متميزة بمشاركة فريق النجوم الفضية المصري، بالتزامن مع تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عددا من العروض أثناء فعاليات المهرجان. كما تشارك وزارة الثقافة والسياحة والشباب والرياضة في تنظيم الحدث الذي يلقى صدى واسعا داخل الأوساط السياحية بمدينة الغردقة. بانطلاقة قوية بدأنا وسط أقدم الحضارات وعلى سفح الأهرامات، كان العرض الجوي الأول بيراميدز إير شو 2022، واستمرارا للنجاحات ولأول مرة معا وعلى الأراضي المصرية نقدم لكم العرض الجوي غردقة إير شو 2022 بمدينة سهل حشيش بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصرية. العرض الجوي غردقة إير شو 2022، اللقاء الأول لفريق الألعاب الجوية البريطاني وفريق الألعاب الجوية المصري على الأراضي المصرية.